دمى دمى تك دمى دمى تك أحلى برنامج من دون شك. دمى دمى تك دمى دمى تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دمى دمى تك دمى دمى تك لغز السياسي عنده الفك. دمى دمى تك دمى دمى تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دمى دمى تك دمى دمى تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك. العوافي من ديمقراطية. إذا كان الشيخ سعد الحريري بعده مصدق أنه السعودية وطن الأم رح تتدخل برياً بسوريا وتغير المعادلات وتفرض الحل اللي بدها إياه بسوريا ولبنان، معناتها جلسة انتخاب الرئيس اللي كان رقمها اليوم 35 رح توصل للرقم 350 ويمكن أكتر. أما إذا بلش الحريري يقتنع أنه ما رح في جيب رئيس على ذوقه، فلازم يحط عقله براسه ويروقه ويجي يتفاهم مع العماد عون وحزب الله ويخلصوا هالبلد اللي بلش يفرط. منقول العوافي للمرشح النايب سليمان فرنجية. العوافي، ليش ما نزلت على جلسة انتخاب الرئيس اليوم؟ أنا سابق وقلت وبرجع بقول أنا خلف الجنرال عون. نعم. لو نزل الجنرال كنت نزلت خلفه. تقوطب له. طبعا تقوطب له. شو لك أنت انتخبه؟ بس ببقى على كلامي وبضل خلفه. تنشوف ليش الجنرال ما نزل على الجلسة. شكرا سليمان بيك والعوافي جنرال. العوافي، ليش ما نزلت على الجلسة اليوم؟ أنا كنت ناطر سليمان بيك فرنجي ينزل قبلي لأنه هو معه 70 صوت وأنا معي 40، فعيب أنا انزل قبله. وبقيت ناطر 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 اما نزل شو في اعمل. يعني على المدى المنظور ناطرك وناطره. ايه وانطول يا كديش. وما في حشيش يا لبناني ولو بتشك براسك ريش. العوافي للنايب سامي الجميل. العوافي، عجبك عجبك كيف استسلموا الطيار والقوات لإرادة حزب الله وما بقي بالميدان غير أنا وحديدين. طيب ورح فيك تقاوم سلاح حزب الله وحدك وتفرض على الحزب يتخلى عن السلاح؟ طبعا، بس مش وحدي، أنا والرئيس دوري. ايه؟ والأستاذ ميشيل معوض وفريد هيكل وسركيس سركيس ونديم ابن عمي والشيخ بطرس. ايه 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 والشيخ بطرس وفرس سعيد. يعني منطمن الشعب المسيحي بلبنان انه ما في خطر على وجوده. مش بس بلبنان، بلبنان وبالشرق ومن المحيط للخليج. رح نتابع معك هالجبهة اللبنانية الجديدة. شكرا شيخ سامي والعوافي للرئيس السابق ميشيل سليمان. العوافي، أنا بصراحة جيت اليوم على ديمقراطية حتى لشوف إذا بدك مساعد بالإعداد، لأني أنا اكتشفت أنه عندي حس النكتة بشكل فظيع. وين اكتشفتوا هالحس؟ البارحة على تويتر غردت للعماد عون ولسليمان فرنجية وقلت لهم أنا بكرة نازل على الجلسة انتخبك. انت شو عامل؟ بشرفك ما بتموت هالنكتة؟ قتل دبح. يعني ببلش اكتب معك. ايه نعم، ابتداء من بكرة. شكرا للرئيس سليمان. استراحة اعلانية ومنتابع ديمقراطي. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. بعد النقمة اللي هبت ضد اقتراح السنيورة بزيادة 5000 ليرة على تنكة البنزين لتمويل الخزينة، بلش الرئيسين بري والسنيورة بالتفكير بخطة جديدة لتأمين الأموال للدولة. كيف؟ خلونا نشوف وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. يا فؤاد يا فؤاد، رح تخرب الدنيا يا فؤاد. اقتراحك بزيادة 5000 ليرة على تنكة البنزين خض البلد فوق تحتاني. طيب وشو بساوي؟ عم نفكر كيف ندعم الخزينة ونمولها، ايه ما طلع معي إلا هالحل. ولك أفكارك الجهنمية وين ما بتستعملها يا فؤاد. أفكار الجهنمية؟ أفكار الجهنمية، ايه طلعت معي فكرة. هات لتشوف. صرنا سنة ونص بلا رئيس جمهورية واليوم الجلسة كان رقمها 35، صح؟ صح. وكلنا عم نتوقع انه الفراغ يطول شهور وشهور ويمكن سنوات، صح؟ صح. فاذا شو رايك ناجر مجلس النواب كقاعه للحفلات؟ لشو عايزينه بعد اليوم؟ ها؟
انت عارف شو بيطلعوا مساري بكازينو لبنان وبالبيال وما بعرف وين وين؟ فكرة جهنمية يا فؤاد، ما حدا سبقك عليها. عم تتخيل شاكيرا عاملة حفلتها بالمجلس؟ لك شغلة، وانا اكيد بسنة منطلع كلفة تثبيت المتطوعين بالدفاع المدني. يسلم لي راسك يا فؤاد، يا أزكى دماغ بالجمهورية. ومين برأيك منجيب أول نمرة؟ منجيب كيم كارديشن، بتتزلط وبتعمل شو. ولك إيه جيبها جيبها من أم النصاب على القليلة. وأنا بنام بالمجلس. دوما دوما تك دوما دوما تك، أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك، بننطر وقته تك ورا تك 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 تك.